رغم امتلاكهم لعقود الامتياز غير أن نشاطهم يظل مهددا في ظل الغموض الذي يطبع على المشهد وغياب قانون واضح يضبط أدائهم. إنهم أصحاب الأراضي الفلاحية التابعة للمجموعات. وتقرير لسوريا شعلال. المجموعات الفلاحية ومشاكلها أحاديث لا تنتهي، تعددت القصص والنتيجة واحدة، ثروات في مهب الريح وحقوق تسلب بشعار القانون لا يحمي المغفلين. الفلاح هذا كاين فلاح اللي قادر يخدم، واللي مش قادر عنده ما يقدرش يدير ماري ويخدم، شغل اللي يروح يجيب واحد يعاونه يخدم معاه، يتعاونوا 4 سنين 3 سنين يغرس له الاخر، ومن بعد يدي المسافه تاع الخدمه تاعو واش صرف والفائده تاعو، ويبقى الفلاح الرسمي. بصح هما لا في الفرصه هذه كيستغلوا يخدموا الكوارط والاخر، ما على باليش كيفاش حتى يروحوا يجيبوا عقود وينحل المستثمر هذاك للسيد. دوك ما فهمناش كيف هذوك الضعيف، الضعيف ما يقدرش. مشاكل ونزاعات متواصلة حدت من التقسيط وترقية المنتجات كما ونوعا. درجة الخدمة، دوك انا راني نخدم هنايا، كيفاش نخدم هنا في الجنانة؟ دوك تخدم غدوة ان شاء الله يجي خرجك، هكذاك وحنا رانا نخسروا ونخدموا، ويستولوا على المستثمرات ويولي كل من هب دابا يجي يدي غير يروح، مانيش عارف انا كيفاش يجيبوا العقود هذو. حنا عندنا عقود إدارية تاع من 85 وحنا عندنا. وهم دوك يا مانيش عارف احنا كيفاش راح نديروا كاع. مستثمرات فلاحية تلخص قصص تجارب ناجحة نثرها الفساد الإداري والتحايل في العراء، ليكون العنوان العريض ضياع ملايير دون نتيجة.